لا تظن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا يوم عيد الأضحى يعبر بنا التاريخ ويلاقينا بأبينا إبراهيم عليه السلام يوم أن قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفد الله إسماعيل، وفد الله إسماعيل بذبح عظيم، وصارت الأضحية سنة من سنن الإسلام، حيث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به الصحابة واقتدى به المسلمون. إلا أنه ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا أحيانا لا يضحيان، لئلا يظن الناس أنها واجبة. وافتخر أيها الفقير إذا لم تضحي، فقد ضحى عنك النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحية النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحية فقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فما أرأف النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ما أرحمه وما أعطفه بفقراء أمته، حيث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمته، حريصا على أمته، يبحث لهم عن السعادة. لا تظن أن الأضحية هو الكبش الكبير، إنما الأضحية أن يقيمها من يتقي الله، من يخاف الله، من يلتزم أمر الله. الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى منكم. هذا هو الهدف والمقصود من ذبح الأضحية. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فمن أهداف الأضحية هو تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك يحذر الإسلام المسلمين والناس من أن يستهزئوا بشعائر الله، أو أن يضحكوا على شعائر الله كما يفعل البعض، يصورون الأضاحي فيها النكت والضحك. فالأضحية عبادة، فلا يجوز لك أن تضحك ولا أن تستهزئ ولو على سبيل الضحك والابتسامة، فلا يجوز، لأنها عبادة من عبادات الله عز وجل، وجب أن نعظمها. الأضحية
دليل على السخاء والكرم والتوسعة على الأهل وإدخال الفرح والسرور على البيوت. الأضحية دليل على حفظ الدين من الزوال والنفس من الهلاك وصون العقل من الضرر كالخمر والمخدرات وصون الأعراض من الاختلاط كالزنا وصون المال من التبذير. فوجب أن ننفقه في سبيل الله وفي طرق الخير وفي الطرق المشروعة، وأن لا ننفقه فيما حرم الله عز وجل ولو درهما واحدا. فالأضحية تعني أن يلتزم الأمر، أن يلتزم المسلم الأمر، أن يلتزم دين الله، أن يلتزم كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأضحية يعني الإصلاح، أن تكون صالحة في نفسك، في أسرتك، في مجتمعك. والفرد لا بد أن يكون صالحا، ولن يصلح إلا إذا صحت عقيدته، ولن يكون صالحا إلا إذا أحب الخير لإخوانه كما يحب الخير لنفسه. أحب الخير لإخوانكم، لمجتمعكم، لجيرانكم، للناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفرد الصالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الفرد الصالح يرحم الصغير ويوقر الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف قدر عالمنا. الفرد الصالح يجب أن يكون مسؤولا عن نفسه، عن أسرته، عن أولاده، عن زوجته، عن مجتمعه، أن يكون مسؤولا يتحمل المسؤولية، لأن هناك من يدعو إلى الصلاح والإصلاح، وهناك من يدعو إلى الفساد، هناك من ينشر الخير وهناك من ينشر الشر، هناك من يدعو إلى الفضيلة، هناك من يدعو إلى الفاحشة. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وللأسف الشديد هذا زمان الأنانية وحب الذات، زمان الكسل والخمول والبحث عن الربح السريع، هذا زمان البحث عن النجاح بأسهل طريقة. الطالب يريد أن ينجح بالغش، الموظف يريد أن يترقى بلا عمل، رجل الأعمال يريد أن يربح بالحرام، بل الإنسان يريد أن يدخل الجنة بلا عمل. والله عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا زمان العجلة، زمان العجلة، يستعجل الإنسان الأمور في مشيته، في قضاء حوائجه، في كل شيء، حتى في السياقة. فتجد الإنسان لا شغل له، لا هم له، وهو يسرع في سيارته وبسيارته داخل المدينة وخارج المدينة. هذا زمان العجلة، فعلى المسلم أن يتريض وأن يتأنى في أمور حياته، لأن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الفرد المسلم هو صادق، صادق في حياته، صادق مع الله، صادق مع الناس، هو موضع ثقة. إذا باع وإذا اشترى، إذا قضى وإذا حكم، لا يخون أسرته ولا يخون زوجته ولا يخون مجتمعه ولا يخون أمته.
الفرد المسلم لا يكذب ولا ينقل الأخبار الكاذبة. الفرد المسلم لا يحب الفواحش ولا يحب الفضيحة لإخوانه وأخواته. الفرد المسلم قدوة، قدوة للغير في الخير، في الكلام، في الأخلاق، في السلوك، في كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، هذا زمان لا شك أنه زمان الفوضى، زمان الفوضى في الفتوى والرأي، خصوصا حينما ظهرت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. ترى في وسائل التواصل الاجتماعي من يحلل ويحرم بلا علم، من يبدي الآراء في أمور عامة، كل شيء يتحدثون عنه تجد لا علم له، لا معرفة له بالموضوع، فيناقش ويتحدث ويحلل ويعطي آراءه. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره، من أمر أمته، من أمر مجتمعه، من أمر دينه. هذا زمان الفتن، هذا زمان الفتن، وأخطر فيه أن يصل العبد المسلم إلى أن يتخلى عن عقيدته ويتهاون في صلاته ويهجر كتاب ربه ويعرض عن قيمه وهويته وعادات بلده ويهمل أولاده وينسى آخرته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا زمان، هذا زمان المجاهرة بالمعاصي والذنوب وكثرتها في الخلوات. ربما ترى من يحافظ على الصلوات الخمس لكنه إذا خلا بنفسه يشاهد المواقع الإباحية ويتصفح الصور والمقاطع الخليعة في هاتفه. ربما يكون عمره يتجاوز الخمسينات أو الستينات وهو يحادث النساء الأجنبيات في واتساب، يصلي لكنه لا يغض بصره عن النظر إلى النساء، وكأنه لم يسمع قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من فتن هذا الزمان عقوق الوالدين وانتشار الطلاق والاعتداء والظلم وكثرة السرقة والقتل والغناء وأكل الربا والاتجار في أعراض الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حتى صارت بعض القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي يفرحون بوقوع الجرائم، يفرحون بوقوع الفضائح، يفرحون بوقوع الفواحش، حتى يصوروا وينشروا من أجل كسب السحت. بالأمس القريب كان الناس إذا وقعت فيهم حادثة سير أو اندلعت النيران في بيت أو في مودع أو في مكان يتسابقون على الإنقاذ وعلى الإطفاء. اليوم يتسابق الناس على التصوير، يتسابق الناس فيخرجون هواتفهم ويصورون كل شيء، حتى الموت صار الناس يصورون الإنسان وروحه تخرج من بدنه. ما هذا؟ يغسلون الميت فيصورونه، يغسل الميت فيصور، يدفن الميت فيصور، يكرمون الناس فيصورونه، يطعمون فيصورون، يطعمون في بيوتهم ويطهون في بيوتهم يصورون، في النوم، في المطعم، في كل مكان، ويخرجون الصور للناس. ما هذه الفضائح؟ ما هذا الأمر الذي وصلنا إليه؟ فلا بد أن نستر أنفسنا وأن نستر أسرنا وأن نستر الناس. فكثير من الأمراض خصوصا العين تأتي بهذه الصور. لا تصور أبناءك وبناتك، لا تصور أبناءك فترفع صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تهلكهم، قد تضر نفسك وتضر أولادك. احفظوا أنفسكم، قوا أنفسكم من الهلاك. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون فأفضل وأحسن مشروع يقيمه الإنسان في هذه الدنيا هو تربية الأولاد أحسن مشروع عندك وهو أن تربي أولادك على الصلاح لا تترك لأولادك المال ولا أن تبحث عن المال وتهلك نفسك الواجب أن تقوم بذلك لكن لا ترهق نفسك إنما أن تترك لأولادك الدين الأخلاق العلم اترك لأولادك العلم علمهم علمهم كل العلوم الممكنة في هذه الحياة لتخرجه من بوتقة التخلف والجهل أدبه على الخلق الحسن على السلوك الحسن حتى إذا ظهر في المجتمع قيل من هذا ابن من هذا قيل ابن فلان يرحم الله من دربه ومن كونه ومن أدبه فيدعو لك الناس بالخير أما إذا أهملته وتركته للشارع دون تربية ودون تأديب فقد تسب في غيابك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبوا أولادكم أدبوا أولادكم صلوا أرحامكم أحسنوا إلى جيرانكم أيها الأزواج أحسنوا إلى زوجاتكم أيتها الزوجات أحسن إلى أزواجكم أحسنوا إلى بعضكم بعضا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالحكمة تحابوا في الله تزاوروا في الله الدنيا فانية والله فانية وستفنى وسنرحل من هذه الدنيا إلى الآخرة ولن يبقى إلا الأثر الحسن الأثر الطيب فلان رحمه الله فلان كان طيبا فلان كان يصلي فلان كان كريما فلان كان يفعل الخير لا أن يقال عنك عكس ذلك اللهم اصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين.